في طريقنا للخروج من الإسماعيلية، فعلى يمنا الجامعة بتاعة قناة السويس، وعلى شمالنا الغابة. الغابة دي بقى جميلة جدا، يعني دخلتها قبل كده كذا مرة، ف شكلها حلو كده، وفيها ممرات الواحد ممكن يمشي فيها وحاجات زي كده، فزي ما انتوا شايفين. بس طبعا عشان احنا لسه الصبح فالدنيا مظلمة شوية، بس هي ناخد كده جولة سريعة جواها.